وبأول مساحاتنا رح نروح لمساحتنا الطبية، ونحن بنعرف أنه الطب هو مهنة إنسانية، هو مهنة التعب ومهنة الصبر، ومثل ما وصف ضيفنا لليوم هي مهنة العلم والروح. كلنا بنعرف أنه كل الأطباء بيحملوا رسالة ودائما بيحاولوا وبيسعوا لإيصال هي الرسالة لكل الأشخاص بكل أمانة وبكل إخلاص، وخاصة وقت بتكون هي الرسالة مختومة بالقسم المهني لشرف المهنة. ولكن للأسف وبالآونة الأخيرة صرنا نسمع ونشوف حوادث وفاة على مواقع التواصل الاجتماعي كانت تحت عنوان جرعة تخدير زائدة. هل بالفعل اليوم أصبح التخدير هو إجراء غير آمن وأصبح يصدر الخوف والموت للناس؟ طبعا بين الموت وبين الحياة وبين الإيمان بالقضاء والقدر إيضاحات واستفسارات رح يجاوبنا عليها ضيفنا لليوم، بالإضافة أنه رح نتعرف على التخدير أنواعه وعلاقته بباقي الأقسام الطبية. وضيفنا لليوم مثل ما نوهنا بالمقدمة هو ضيفنا من حمص، وأكيد بدنا نرحب فيه لليوم الدكتور يحيى سلمان الشمالي، دكتورنا لليوم حاصل على البورد السوري في التخدير والإنعاش واستشاري في العناية المركزة، بالإضافة لحضرته مدرب دولي في الإنعاش القلبي الرئوي. سعد صباحك حكيم واهلا وسهلا بحضرتك والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك، اهلا وسهلا. يسعد صباحك دكتور واهلا وسهلا فيك. بدايه خلينا نحكي شو هو التخدير والانعاش وشو هي انواعه وعلاقته بالاقسام الاخرى. خليني اجمل، لان انت قلت العلم والروح. انوصف لي انا اليوم اللي كنت مقيم وصف من قبل شاعر الله يرحمه اسمه محمد كامل الصالح، وصفني بكل التخدير يعني. فقال هو الروح اللي بيرسلها القدرة الإلهية ترسل للمريض لتأخذ بيده وتجتاز معه نفق مظلم ويخرج بالأخير إلى البر الأمان. هو الإنسان هو الروح اللي بينكمش إيد المريض، بإيد المريض بيدافع عنه، بيبعد عنه كل أذى وكل شر، بيسكن آلامه، بيعيش معه لحظة بلحظة ليوصله بالأخير لبر الأمان. ويفتح عينه المريض يقول له طبيب التخدير، يقول له صباح الخير، الحمد لله على سلامتك، أنا هو الملاك الحارس، أنا الإنسان، أنا الحكيم، أنا المخدر. هذا هو طبيب التخدير. بهالكلمات بوصف لك إياها يعني بشكل سريع وموجز. أنا بفتخر كثير أني أنا فعلا طبيب تخدير، لأنه اللي أنا بقوم فيه يصعب على الكثيرين القيام فيه. نعم. التخدير بحد ذاته كلمة التخدير اجت الأساس مسمى أنستيزيا أو أنستازيا، وللمعلومات كون أغلى عطر بالعالم هو اسمه أنستازيا. الأنستازيا هو تسكين الألم، كلمة يونانية. الهنود الحمر قبل اليونانيين صار في عنا شيء اسمه ألم، صار يفتشوا على كيف يسك الألم. الألم هو اللي هو أساس كل شغلنا نحن على هالكلمة الألم. الألم هو نعمة من رب العالمين، نعمة أرسل الله لأننا نحن لحتى تدافع عن جسمنا. الألم هو صرخة جسد، أنت عم تحط إيدك على نار، عم تقول أخ إيدي، عم تألم إيدي، إذا أنت عم تبعدي أنت عن أذى عن جسدي. هذا الكلام في كل مكان، لو ما كان في أمل ألم معناتها كان في موت. الحياة تعني الألم. نحن بالنسبة لأن كتخدير بدنا نقوم طبعا نحن دائما نرافق الغير، نرافق الغير اي اختصاص كان جراحه او اي احكي عنه بالتفصيل. التخدير بده يدخل المريض شبه غيبوبه، يعني انه مو غيب، هو ليس نوم ابدا، النوم فيك تصحي انت تمسكيه بيصحى، هو شكل شبه غيبوبه مؤقته بواسطه تقنيه رح نحكي عنها، بيتم العمل الجراحي او اي اجراء طبي بحاجه الى تخدير حتى بالاخير يصحى المريض. احنا عندنا رحله بيطلع فيها المريض من لحظه اللي بيغمد عينه للحظه يفتح عينه بانه الحمد لله على سلامتك. هي رحله بتحكم فيها قدره الهيه اسمها رب العالمين. صحيح، لازم نؤمن نحن كلياتنا انه في قدره كونيه بتحكم فيها. وانا دائما بقول للمريض سمي بسم الله وتوكلنا على الله وابتسم، ابتسامة هي أساس بكل شيء. مثل ما ذكرت حضرتك، يعني هو المريض آخر شخص بيشوفه قبل ما يفقد الوعي أو يفوت بمرحلة العملية، هو اللي بيشوفه طبيب التخدير. قديش مهم أنه يكون مرتاح من قبل هذا الطبيب، في راحة، في ابتسامة، في جو، يعني أنه يخفف عنه هاي الخوف وهلة العملية. هلا هي الفكره التخدير بتختلف عن العلوم الاخرى بشغله مهمه جدا. هي في عندنا احاسيس ومشاعر،
نحن بنلعب بالاحاسيس والمشاعر، انك انت عايشه على قيد الحياه، فانت عم تسمعي وعم تشوفي وعم تحسي بكل شيء. نحن بنفقد الاحساس كله هذا. مريض بيصير امانه بين دياتنا. حكيت عن قسم مدام، انا القسم مهم جدا، لكن في مزيه بمن يخدر عنده عاطفه مختلفه. بيشعر المريض كانه هو امانه برقبته. فقطعا قطعا الاحاسيس والمشاعر هي الاساس، واللي هي بتخلي انا بكل تجربتي باللي عملتها خاصه مع الاطفال، لاحظت انه التواصل مع المريض قبل العمل الجراحي، ويفضل يكون هيك، يتعرف المريض على الطبيب التخدير مو بالعمليات ابدا، قبل العمليات تعرف عليه قبل. وهي اساس جدا، وراح بعد الصحو راح يتذكر اسمك ويتذكر انت مين، ويبتسم لك ويشكرك. احيانا بينفعل المريض، ممكن يمسك ايدك يقول لك كتر خيرك يا دكتور. فهذا الموضوع بيصير معنا. طيب دكتور، قبل ما نتابع باسئلتنا، نحن بالكنترول بعد اذنكم شباب، نحن اشتغلنا على ضمن الفقره اليوم. طبعا بدنا ننوه انه نحن اعداد الفقره الطبيه لليوم كان مشارك فيها الدكتور يحيى، بالاضافه لعده اطباء من سوريا ومن خارج سوريا. الدكتور يحيى طرح سؤال الحلقه على المنصه او على الجروب الواتساب، وطلب من الاطباء الموجودين على الجروب داخل وخارج سوريا ان يكون عندهم محاور واقتراحات. يعني اليوم نحن في اعداد كامل من اطباء من حمص، من دمشق ومن خارج سوريا، بالاضافه للدكتور يحيى. فنحن هيك عم نشوف على الشاشه بعض الزملاء اليوم شو عم يبعثوا لك، شو كانوا عم يقترحوا عليك انه نحن نناقش ضمن الحلقه. دكتور، خلينا هيك نروح للمحور نقاشنا لليوم، ورح نرجع نحكي بالتفصيل عن التخدير كونه ذكرنا بالمقدمه، وانتم اليوم شعرتوا بالظلم بمكان ما وبوقت ما مثل ما خبرتني. صرنا نشوف اليوم حالات من الموت وكانت تحت عنوان جرعة تخدير زائد. اليوم الدكتور رافض طبيا وعلميا انه في شيء اسمه جرعة تخدير زائدة. هل اليوم الطبيب التخدير عم بيعطي شيء زائد؟ هل اليوم عم يكون في مضاعفات؟ يا ريت تشرح لنا اكثر. طيب خليني احكي معك عن التخدير العام كيف بنبلش فيه نحن، وهذا شيء اساسي. ببساطة شديدة، ما ضل في شيء اسمه، يعني كيف بدي احكي، الوزن على الاوزان. يعني اذا بتروحي على سمان بزنلك بالغرامات. فكنا ايام زمان نزين بميزان له طبشت الكف شوي كذا، هذا الحكي مش موجود ولا بمكان. خليني احكي بشكل سريع انا شو ادوات التخدير لحتى يعرف المشاهد شو بيصير. نعم، احنا بالنسبه للتخدير، اول طبعا في عنا جهاز التخدير وفي عنا ادوات التخدير. خليني احكي عن المواد اللي هي صلب حديثنا نحن. التخدير نحن عندنا مجموعه ادويه، مو دواء واحد. إذن التخدير لا يبدأ التخدير بحقنة واحدة ونقول له خلاص مراحل. أنا هو بداية عملي كتخدير، بداية أنا عملي كمخدر لحتى قوم بإجراء التخدير، هو الإبرة هاي اللي هي بنام المريض فيها، بنام المريض فيها ويفقد وعي تماما. هاي المادة واحدة. بعد منها بدي أنا أعطيه مادة مسكنة، بعد منها أنا بدي أعطيه مادة مرخية، بعد منها بدي اعطيه ماده عكس تاثيرات قلبي. اذا احنا كم عندنا ماده، نحن عندنا كل ماده من هدول المواد فيها تاثيرات جانبية وكلها بالملي وكلها محسوبه جزئيات. يعني ما في شيء اسمه، ما في طبيب تخدير بالعالم، لا بسوريا ولا بخارج سوريا، بيشتغل ضمن بروتوكول مزبوط. نحن بنعطي الجرعه على الوزن. طيب شو اليوم الاسباب اللي دفعت يكون هذا العنوان العريض لكم؟ هذا لانه سالوا احد العلماء سال واحد، قال له تسمع؟ قال له اسمع. قال له ترى؟ قال له ارى. قال له من اين تسمع ومن اين ترى؟ قال له اسمع ما يقوله الجمهور. هذا اذا لا تسمع ولا ترى، لازم يكون في جهه اختصاصيه تحكي عن الموضوع. هاي الفكره. ليش ما يعني فكرتوا او حاولتوا انه انتم اليوم تطلعوا تعملوا ندوه، تقدموا بيان باسم اطباء التخدير؟ يعني اليوم تشرحونا طبيا وعلميا كيفيه التخدير، واليوم يعني اكيد تشكر جهودكم، يعني اللي عم تكونوا انتم خلينا نقول الجزء الرئيسي قبل بدء اي عمليه. طبيعي. هلا هو في عندنا نقابه، في نقابه اطباء سورية، وفي عندنا وزاره الصحه هي الجهة المسؤولة عن كل الحكي اللي عم تحكيه. أنا كمواطن عادي وكطبيب أخصائي، مهمة التوعية، التثقيف الصحي والتوعية صحيح، والإعلام له دور كبير، واللي عم تعملوه أنتم اليوم هذا جزء من التثقيف اللي نحن لازم نعمله. الجمهور لا يعرف، ما بيعرف طبيب التخدير، ولا بيعرف شو بيساوي طبيب التخدير، بيعرفه بالعمليات وفقط. طبيب التخدير ما عنده عيادة لحتى يجي يشوفه بعيادته، بيعرف الطبيب الثاني، ما بيعرفه هو. إذا في جهل بالموضوع. هذا الجهل
من نحاول طبعا انتم مشكورين عملتوا هيك، انت الناس تعرف شو هو طبيب التخدير. طبيب التخدير انسان حنون راقي جدا، عنده خبره واسعه، بيعرف كل العلوم مو بس بالتخدير، بده يخدر مريض القلبي، بده يخدر مريض عنده ضغط، عنده سكري، عنده بده يفهم بكل العلوم مو بس فقط بالتخدير. طيب دكتور، قبل ما نطلع من هذا المحور، كلمه هيك من حضرتك اليوم، في ناس يمكن عم تسمعنا تقول لا طبيب الطب الشرعي قال انه اليوم لا جرعه تخدير زائده، شو بتحب تقول بهذا المحور؟ يعني ما في شيء اسمه جرعه زائده. انا احيانا هلا اذا بدي بسط لك اياها، اذا عم تاخذي ابره انتيبايوتيك اللي هو مضاد حيوي، بتعملي اختبار تحسس، بتاخذي شحطه او جرعه صغيره جدا بتحقنيها لتشوفي انه هالجسم كيف بيتفاعل معه. نعم. فانت هل حتى هاي التحسس ممكن يعمل شرب بكل الجسم؟ انا بالنسبه لي كطبيب تخدير بعطي الجرعه النظاميه. طيب في ثلاث امور مهمه جدا بيسير التخدير والجراحه، في عندي اداء التخدير انا، نعم، وفي عندي اداء المريض، وفي عندي اداء الجراح نفسه او الشخص اللي بده يساوي اجراء طبي. يوم ثالوث القصه يعني. طيب لكن هي انا بالتخدير ممكن انا باي مرحله من المراحل، انا مرحله التنبيب اللي انا عم بحكيها ادخال الانبوب ممكن باي لحظه يصير عندي مشكله. الجرعه ابدا ما هي سبب، الجرعه ممكن تعمل تكون سبب بدي مريض يكون معافى، انا المريض اللي عم انا لما يكون اداء المريض، شو اداء المريض؟ عنده كبد جيد، عنده كلي جيدة، عنده قلب ورئة وتنفس جيد، لازم يعني عنده وظيفة جيدة، وهي بتجي منين؟ استشارة. طبعا نحكي عنها الاستشارة. إذا أنا أي خلل بيصير، الجراح عم بيشتغل، بده يفوت بيفتح البطن ويفوت يشيل فرضا مرارة، هو فايت ما بيتوقع أحيانا صورة الإيكو مثلا بيكون بيتفاجأ بشغلات ثانية، ممكن أي حدا خلل بهالمجموعة الثلاثة يؤدي إلى وفاة. مضاعفات. فعم أنا أقول وفاة بس بأكد لك شغلة مهمة، أنه الوفاة كلمة وفاة هو خطأ بيصير، أو نقول هارد لك، يعني أنه حصل شيء للمريض. أحيانا أنت ما في تتوقع، يعني أنا مثلا امبارح عندي عملية بدي 4 ساعات ضلت 6 ساعات، ما بقدر أقول ليش صار هيك، لأنه هذا الشيء غير متوقع. طبيب التخدير بده يكون بيعرف مسبقا الأحداث هي. أما هو في جرعة زائدة أبداً، ما في جرعة زائدة. أنا أرجو أنه هالكلمة هاي ما بعرف أنا منين أجت أصلاً، يعني ما فيش اسمه جرعة زائدة، كيف بدأت جرعة زائدة؟ أنا نيمت المريض ونببته وحطيت له أنبوب الرغام وصلت عليه. ما بتعطي جرعة زائدة، بس رشا قصدها أنه ممكن في أحد الأطباء أو أطباء التخدير ممكن يعطي جرعة زائدة، مثل القصة اللي سمعناها من فترة سابقة أنه ما كان الطبيب تخدير اللي أعطى هي الجرعة. أنا أرجو أنه ما ينقص هذا الموضوع. أكيد بأننا نحن يومي هلا في اكيد ان العالم عم تساوي جراحه، ارجو ان لا يقاس الموضوع بحدث. اي مهنه بيصير فيها اختلاط، اي مهنه اي مهنه فيها شو اسمه اختلاط، حادث سياره الى اخره، في طياره بتطلع كل يوم وكل شهر بنسمع قصه الطياره وقعت وراح الناس فيها، نحن دائما نفتش على شو هو السبب. انا ما بدخل بموضوع، هو بالنهايه قضاء وقدر يعني الواحد. هي في شغله مهمه انا ارجو كنت بحكي عنها بنهايه الحلقه، قضاء والقدر. صحيح. انا ما بدافع عن حدا ولا راح ادافع عن حدا قولا واحدا، لكن نحن بنحكي شيء علمي طبي اليوم علمي حكيم. ما في شيء هلا اذا بدي اقول لك شغله ماشي، اذا انت مريض اجى صور لي واعطاني تحاليل وكل شيء وكتب طبيب القلبيه والى اخره كله، لا من التخدير. طيب معلش انا اذا بدي اقول كلمه، اذا طبيب القلبيه شاف مريض قلبي وما طلع معه شيء بيقول له روح اختبار الجهد. صحيح. لحتى يكشف شو التخدير، هو اختبار جهد. التخدير هو اختبار شدي للمريض، بيبين معنا احيانا كثير بيفاجئنا، هو هذا الاسباب الرئيسيه اللي هي بتؤدي لاحيانا الاختلاطات موجوده. طيب. وانا بتاسف كثير اني اسمع اني بحس كثير انه يعني في ظلم كبير لما تقول لي جرعه زائده، حدا بيعطي جرعه زائده ليه؟ طيب خلينا ننهي هذا المحور حكيم بثلاث اساسات، اليوم ما في شيء اسمه طبيا وعلميا جرعه تخدير زائده، في مضاعفات، في اختلاطات، في قضاء وقدر. في قضاء وقدر. طيب خلينا ننتقل هيك لمحور اخر، يعني كرمال نستفيد من حضورك اكثر بمعلوماتك المهمه. اكيد دكتور، خلينا نحكي شوي عن التخدير الموضعي او التخدير طيب. النصفي من الحاله الفنيه، وشو استطباباته وايضا شو هي اختلاطاته. طيب هل احنا في شيء عندنا بمجمل التخدير كله شيء اسمه التخدير الآمن. نعم. انا لما بشوف مريض في عندي بيكون اكثر من خيار للتخدير، بشوف حالته، بشوف حالته الصحيه. والخيار للمريض ولا للطبيب؟ للمريض عم بحكي. انا اللي بدي انا قرر. انا احيانا لما بيكون في تعادل بالاجراء يعني بين تخدير موضعي وبين تخدير عام، بقول له للمريض شو رايك، بعطيه باخذ رايه. بس المريض بيكون تحت ضغط نفسي شديد، ما راح يعرف
وين صالحه. انا بنوره لازم نوره. التخدير العام له اماكن ما في يصير فيها تخدير الموضعي، تخدير الموضعي في اماكن لازم نعمل فيها. هي هون الفكره. انا خليني نروي على نقطه هي للقيصريات اذا انت حابه تحكي فيها. التخدير العام كلمه كثير كبيره، بدي انا اعرض المريض لمجموعه كبيره من المواد، بدي ادخل له غازات تخدير، بدي اعطل دماغه، بدي اعطل منعكساته لحتى اقدر انا الجراح يشتغل، بدي اعطل له شيء، بدي ارخيه، بدي شله، بدي اوصل، بدي اوصله على جهاز التنفس الصناعي. انا بالتخدير الموضعي او الناحي ما في الحكي كله نهائيا. ما حدا من يعني ما حدا شاف شو صار بعد الابره الاولانيه لحتى يقول لك ما بدي بيرفض. هو عينه براسه او شايف هو هالشكه هالابره بظهره او المريضه فينا نقول انه مؤلمه والى اخره. حاليا بدول العالم كلها هلا التقنيات الجديده عم تسعى تساوي معظم العمليات بالتخدير الموضعي عن طريق الايكو. يعني نحن هلا بدنا نعمل فرضا بالطرف السفلي بنفوت على العصب على الايكو وبنخدر فقط العصب اللي نحن بدنا اياه. اذا نحن ما عرضنا المريض لمواد تخدير، ما عرضنا لا اخطاء تخدير في له كثير مشاكل. وهو طبعا 90 او 95% هو امن، والاجهزه اللي بين دياتنا اجهزه جدا امنه وحديثه. فما نخاف من قصه صارت مع فلان، لا ابدا. انا باكد لك انه احنا كل الاطباء ما في طبيب بيتمنى يصير لمريضه ما في له يعني سلبيات لبعدين التخدير الموضعي او التخدير النصفي. هلا التخدير النصفي خليني اعتقد النصفي ممكن يصير صداع، ممكن يصير عندي انا وجع بالظهر، لكن انا رح افرجيك شغله، حب افرجيك شغله شو مهمه. هاي الابره خلي الكاميرا تشوفها، الابره قديش ما انا صغيره هاي الابره. انا بتدخل بمكان بعيد عن النخاع الشوكي، الحبل الشوكي تماما، وبسلاسه بتفوت. احيانا في عندي مشاكل، ايه احيانا عندي مشاكل، لكن قديش نسبه المرضى اللي بيصير معهم صداع؟ انت لما بيكون عندك مريض عنده قيصريه وعنده ولد بدها تتعمل ولاده، صحيح، هي عم يجي الولد ابقار تبعه المشعر، احنا من شو اسمه ابقار، بيجي 10 على 10 تمام، بينما بالتخدير لا. طيب انا بخدر بالمرنان، انا عم خدر بالمرنان اطفالي اسبوعيا، معظم عندهم اعاقه. طيب الاعاقه منين اجت؟ شو سببها دكتور؟ سببها ما حول الولاده، نقص اكسجين حول الولاده، نحن بنتجنبه بالتخدير القطن. غير هيك في شيء اسمه الحركه السريعه هي الاساس، الحركه السريعه اللي بتمنع حصول جلطه او تخثر. نعم. الحركه، الاكل والشرب بكفي. شغله مهمه ان فورا في المراه ترضع ابنها فورا. انا بجيب الولد دكتور بيعانوا من الم في الظهر على المدى الطويل، يعني بعد كثير ابدا كثير قليله، يعني كثير يعني انه كثير قليله. هلا هي قلت لك اول شيء كان في عندنا قطر الابره اكبر، صار بعدين صار هيك، صار كله هلا يعني ناعمه وصغيره، ما بتعمل تسرب سائل دماغ الشوكي. طيب دكتور اليوم يعني نفهم من حضرتك انت مع التخدير النصفي هو امن. بالدقائق الاخيره اليوم مضي معك الوقت سريعا، بين القضاء والقدر وثقافه الموت ومجال التخدير، شو بتحب تقلنا؟ بدي اقول شغله مهمه، اذا بين القضاء والقدر، انا هاي اللي بدي احكي عنها اللي مهمه. اذا انت بتتخيلي طالع طياره بالجو وحصل بهالجو توقف قلب لاحد الناس، رب العالمين اذا بده رب العالمين هالانسان يعيش بيعيش. نعم. انا أكيد. طالع بالطياره وراي مباشره، انا بخبر المضيفه قبل ما اطلع، بقول لها المضيفه انا طبيب تخدير منعش دوله، اذا احتجتيني خبريني. وراي مباشره صار بالطياره بالجو صار توقف قلب وراي مباشره، انا عشت وعاجل ونزل بالطياره ماشي عجري. اذا لازم نؤمن بشغله انه دخيله رب العالمين هو اللي بيقرر، هو بيسخرني انا، بيسخر الناس كلها لحتى نطلع على البر الامان. وهيك شكرا لكم. بدنا نتشكرك دكتور ويعطيك الف عافيه، وشكرا على هاي المعلومات اللي قدمت لنا اياها. اكيد دكتور، شكرا لحضرتك. بدنا نتشكرك الدكتور يحيى سلمان الشمالي، حضرتك حاصل على البورد السوري في التخدير والانعاش واستشاري في العنايه المركزيه ومدرب دولي في الانعاش القلبي والرئوي. واكيد بدنا نقول شكرا لكل الجهود اللي عم تبذلوها بالمشفى الوطني في مدينه حمص بعد سنوات من الدمار والخراب، رجعتوا عم تعمروا طبيا وبنائيا واكيد روحيا. شكرا حكيم، وشكرا لكل المعلومات اللي ذكرتها. نورت صباحنا والحمد لله على السلامه، وخليك معنا شوي.